اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد على كل حال. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم صلي وسلم وأنعم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار، وعنا معهم بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين يا حنان يا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. Kapatid, dito pa tayo sa ano, sa pinagkukuhan ng ano, paglilibingan ng isang sister natin sa May Laguna. Sabi ko bro, anong place to bro? Liabak bro. Sa Liabak. Galing po kami ng Metro Manila. Kasama mga brother, pumunta po kami dito para dumalo sa ano, sa janasa. Janasa ng isang sister na namatay. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayong araw po ay nandito kami ngayon sa paglilibingan ng isang kapatid natin sa pananampalataya, anay ng aking asawa. Inshallah, ito po ay pagpapaalala sa bawat isa na lahat tayo ay darating sa kamatayan at walang makakaligtas dito. Ngunit nagkakaiba-iba lamang ito sa ating mga gawain. Kung tayo ba ay pananatiliin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa katatagan, sa pananampalataya, sa relihiyong Islam. Masyaallah, kasama din po natin ang Tugon Team at Ibnu Abbas Boys. Assalamu alaikum. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa isang talata ng Quran, kullu nafsin da'ikatul maut. Ang lahat ng may buhay dito sa mundo ay makakaranas ng kamatayan. So, dapat lahat ng tao na nabubuhay ay paghandaan ang mga pangyayari sa loob o sa ilalim ng kubur ng isang tao. اللهم آمنها من فزع يوم القيامة ومن هول يوم القيامة. أمي كم أهواها أشتاق لي مرآها وأحن لي ألقاها وأقبل يمناها. أمي كم أهواها أشتاق لمرآها وأحن لألقاها وأقبل يمناها. أمي هي نبع حنان، أمي هبة الرحمن، والروح كما الريحان أسعد كم شداها. أمي كم أهواها أشتاق لمرآها وأحن لألقاها وأقبل يمناها. أمي هي أحلى الحور يبدو في الوجه النور، أمي فرح وحبور وضياء يغشاها. أمي كم أهواها أشتاق لمرآها وأحن لألقاها وأقبل يمناها. فأدم أمي بأمان وسلام يا حنان، ولترضى يا رحمن أشتاق لمرآها وأحن لألقاها وأقبل يمناها. أمي هي نبع حنان، أمي هبة الرحمن، والروح كما الريحان أسعد كم شداها. رحمة تطمئن بها نفسها وتقر بها عينها، اللهم اعف عنها فإنك أنت القائل ويعفو عن كثير. اللهم احشرها مع المتقين،
اللهم احشرها في زمرة المقربين وبشرها بروح وريحان ورب غير غضبان وجنة نعيم اللهم احشرها مع أصحاب اليمين واجعل تحيتها سلام لك من أصحاب اليمين اللهم بشرها بقولك كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية اللهم شفع فيها نبينا ومصطفاك واحشر